واللي مش عارف قيمه مصر وحجم مصر ما يبقاش مصري. احنا بلد الحضارات، احنا مش هنشحت ولا نتذل لحد، احنا نموت ورؤوسنا مرفوعه. احنا المصريين شعب الحضاره والتاريخ، وعشان كده انا عندي ثقه والله زي ما انا واثق ان انا قاعد وبتكلم دلوقتي، هنعدي الازمه دي بكل ايمان وبكل قوه، والناس هتتعوض عن الازمه دي. يا جماعه يا زملائي يا اعلاميين، ادوا الناس امل، ما تظلموهاش، في وشها مش ناقصه ظلمه. ارجوكم وانا بناشدكم، سهل جدا يتقال اي كلام، لكن مهم ان احنا نقف مع بلدنا دلوقتي ونطلع من الازمه دي، وبعدين نتحاسب بقى. لما نطلع من الازمه دي ما نقعش فريسه للازمه، ما نسيبش الناس في حاله احباط مستمر، الاحباط كارثه. نشوف مشكله المصانع، بدعوك يا رئيس الحكومه ادعي الصناع واقعد معاهم، اقعد معاهم وشوف مشكله المصانع ايه. الناس بدات تمشي، بيمشوا الناس العمال من عندهم، لانه لا عارف مستلزمات انتاج ولا عارف يشغل ولا عارف دولار ولا عارف بتاع. ليه؟ ما تعليمات الرئيس واضحه في هذا الامر. ليه؟ ليه بنعقد الناس من حياتها؟ احنا محتاجين كلنا كمصريين في كل الازمات بنقف، والله البلد دي لن تسقط ولن تنكسر ولن تنهزم، وعمرها ما تمد ايدها لحد. اللي هيساعدنا يقف معانا اهلا وسهلا. وانا عجبتني الحقيقه شويه حاجات بوستات انا شايفها لاحد الشباب سعودي بيقول اقفوا مع مصر ودعموا مصر. وانا بشكر المملكه العربيه السعوديه، وبشكر الامارات، وبشكر الكويت، وبشكر البحرين، وبشكر كل بلد وعمان، كل بلد عربي، وقطر رغم موقفي السياسي اللي ما زال مستمرا، بشكر كل من وقف مع هذا البلد. احنا اخوة اشقاء، اذا كانت الظروف الاقتصادية صعبة عندنا، بس احنا بلد، بلد محورية، احنا مصر اللي بتمد ايدها لكل اشقائها، اللي بتفضل راسها مرفوعة حتى في ظل الازمات والمشاكل. مصر مش هتقع، واللي بيراهنوا على سقوطها ووقوعها بقول لهم هتفاجئوا بالمارد المصري من جديد. مصريين شعب عظيم، شعب مستعد يتحمل، وتحمل في 67 وهزم الهزيمة وهزم النكسة، وقف مع جمال عبد الناصر لأنه كان واثق بوطنيته. وعشان كده الشعب المصري هيقف وهيعدي، وبإذن الله وبإذن الله بكل الإجراءات اللي بتتاخد الآن واللي ممكن يبقى بعضها مش معلن، والاجتماعات اللي بتتم برئاسة الرئيس السيسي، هتعدينا من الأزمة. في مشاكل حصلت، في أخطاء وقعنا فيها وغيره وغيره وغيره، في تداعيات علينا، بس في نية صافية إن احنا نعدي بلدنا. فأنا بقول لكل الموجوعين وكل الغلابة والطبقة الوسطى وحتى الذين يملكونا لأنهم برضو بيعانوا، بقول لكل رجال الأعمال المصريين، وبقول للمصريين في الخارج، بلدكم محتاجة لكم، اقفوا مع بلدكم، كل دولار يجي على بلدك عشان تبني مستقبل ابنك. هذه لحظة تاريخية مهمة، أزمة بنعاني منها، بس مش نهاية الكون ولا حتكون نهاية الكون. احنا اتربينا واحنا صغيرين على البتاو والمش والجبنة، كنا بناكل الشلولو، ملخية ناشفة بالملح والليمون،